بكثير من الحسرة والألم ينظر هذا المزارع إلى مئات الأشجار في مزرعته وهي تتلف أمام عينيه دون أن يتمكن من إنقاذها بعد أن خسر الكثير من المال والوقت في رعايتها والاعتناء بها. جميع الفواكه كانت مزروعة عندنا نزرعها، والآن من قلة الماء وسبب الحرب سبب الظروف المعيشة داخل الإنسان مثلا أقول لك ما فيش لا أشغال لا هذه لا هذه، الدنيا كلها معطلة واقفة والآن زي ما أنتم شايفين. خلال سنوات عمل عبد الرقيب الأديمي على زراعة أكثر من 1200 شجرة بن والكثير من أشجار الفاكهة والخضروات في وادي عزلة الأنبوه بمديرية المعافر، إيمانا منه بأهمية الزراعة كمصدر دخل مستدام، لكنه يواجه مصيرا مجهولا بعد مشقة العمل التي لم تعد عليه بالفائدة حتى اللحظة. تعد الزراعة من ضمن القطاعات التي تضررت من الحرب التي تسببت بها الميليشيات الانقلابية، حيث تلفت كثير من المزارع منها مزرعة هذا المواطن الذي لم يعد يملك ما يكفي للحفاظ على ما تبقى من هذه الأشجار التي تعب سنوات في الاعتناء بها. تلفت المزرعة حقي وتلف الآن الشيء قدامك مش منظوريا، وتنزل نناشد المنظمة أو نناشد الدولة أو نناشد الحكومة بهذا الأوضاع، وهذا مصدر رزقي. اليوم يأمل المواطن عبد الرقيب استجابة الجهات الحكومية والمنظمات المهتمة بالزراعة لندائه بالتدخل وتقديم يد العون له للحفاظ على هذا الوادي والأشجار المزروعة فيه من التلف. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.